وأعرب رئيس السيسي عن شكره لأبطال مسلسلي الاختيار والعائدون، مؤكدا أن دورهم لم ينتهي بعد. وأضاف الرئيس السيسي أن دور الدراما والمسلسلات هام جدا في بناء وعي حقيقي للمواطنين. أنا بشكركم ولسه الدور ما خلص. دوركم كدراما كمسلسلات في بناء وعي حقيقي حقيقي للبلد دي على كتافكم وعلى عقولكم، على كتافكم وعلى عقولكم. وأنا أتصور إن المسلسلات ديت كانت كاشفة لذوق وعقل المصريين، كل الناس لم يختلف اتنين. فاسمحوا لي ان انا باسمي وباسم كل الناس اشكركم، شكرا جزيلا، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا.